بارك الله فيكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هي أعظم الأسباب لبر الوالد وأن يكون هذا البر عظيم؟ أعظم الأسباب معرفة حق الوالد، وأن الله جعله بعد حقه تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. حق الوالد يأتي بعد حق الله المنزلة، وحقوق الوالد يأتي بعد الشرك الخطورة والعياذ بالله. عليك أن تبر بوالديك، وإذا تذكرت هذا عرفت قدر الوالد وحقه عليك وعرفت خطر العقوق، فإنك تتجنب حقوق الوالد، تتجنبه، تحذر منه. وعليك أن تتصور، تستحضر ما بذله الوالد لك وأنت صغير، ورباك وغذاك، تعب عليك، تتذكر هذا وقل: ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.